المنافسة هتزيد وأعداد الأعمال المحترمة هتزيد. النجم كريم فهمي، أهلا بيك سيداتي، وأهلا بيك افتح يانجو بليز. أهلا بيك، أهلا بيك. المنصات بقى ليها تواجد مهم وضروري في حياتنا، وانت شايف ان التلفزيون ممكن يجي يعني قريب وقته وخلاص يفقد بريقه، ولا شايف ان كل حاجة ليها جمهورها وليها انا؟ يعني كل حاجة وليها وقتها، وكل حاجة وليها متعتها، وزي ما قالك من فترة ان السينما خلاص السينما ليها متعتها وهتفضل تنزل وهتفضل الخروجة، والتلفزيون هيفضل موجود بقنواته. المنصات ليها طعمها برضو وليها اهميتها، وكل ما كانت منصة كبيرة زي منصات كتيرة موجودة دلوقتي وزي يانجو بلاي مولودة كبيرة، المنافسة هتزيد وأعداد الأعمال المحترمة هتزيد، فدي حاجة تبسطنا جميعا. يوم غيابك عن رمضان، موسم رمضان شوية، حساباتك ايه بالنسبة له، ولا خلاص الأوف سيزون عوض كمان فكرة التواجد في رمضان؟ بص، أنا بحاول أشتغل وأي بعاد عرض ما بيهمنيش، المهم أن أنت تعرض حاجة كويسة ومحترمة للناس بالشكل اللي يليق بيها لما تبقى جاهز. أنا ما كنتش جاهز بشكل ما لأسباب كتيرة يعني، فقررنا مع الأستاذ صادق الصباح وأنور صادق الصباح وكريم العدل أن احنا نأجل بعد رمضان مع اتفاقاتهم طبعا مع قنوات. دينا شوية تفاصيل عن العمل. لا، هو أنا ما عنديش حاجة أقدر أقولها لك غير أنه هو مسلسل مش هقدر أحرق لك فيه أي حاجة، بس إن شاء الله يعجب الناس. في فيلم إن شاء الله اسمه ألذ أعدائي برضو بإذن الله مع أحمد السبكي وإخراج كريم العدل وتأليفي وطورة ناس كتيرة جدا وأنا منهم يعني إن شاء الله. إحنا بنتكلم عن بلاتفورم يانجو فيها مسلسلات وفيها حاجات، أنت لو بقى عندك بلاتفورم ما فيهاش غير أعمال مكتبة لنجم واحد بس أو نجمة واحدة، اختار مين يكون النجم ده؟ سؤال صعب جدا، بس بدون تفكير الأستاذ عدنان الإمام طبعا، ده يعني صعيب.